السلام عليكم. إن شاء الله في الفيديو هذا بنحاول نبسط لعامة الناس طريقة علاج العصب داخل مركز نوران لطب الأسنان. بعد ما ناخذ التاريخ المرضي للحالة ونسمع شكوتها يتم الكشف وناخذ الصور والاختبارات اللازمة. بعدها نعطوك البونش بالطريقة اللي تضمن حصولك على تجربة علاجية مريحة جدا. دوا تجي خطوة مهمة جدا وغلط يندار علاج عصب من غيرها، وهي عزل السن بحاجز مطاطي يعزل السن عن باقي الفم. الخطوة هذه لها فوائد هلبة، أهمها أن سواء الفم ما تخشش للسن اللي نخدمه فيها فنقدر نطفوها كويس ونحشوها بعد هيك. وطبعا الحاجز المطاطي يحمي المريض متاعنا من انه يبلع اي ادوات لا سمح الله. بعد العزل التام والصحيح للسن ننظف اي تسوس موجود ونفتح لب السن وننظف القنوات بالادوات والسوائل الموصى بها في احدث البروتوكولات العالميه. بعد ما نجف القنوات كويس نحشو في القنوات باجهزه حديثه تخلينا ندخلوا الحشوه وهي سائله باش تخش في ادق التفرعات نتاع القناه وتسكر لنا القناه بطريقه كامله، وهذا يمنع من رجوع البكتيريا وحدوث اي التهابات في المستقبل. بعد ما نكون حشينا القنوات كويس نعوض الجزء الخارجي من السن يا اما بحشوه تجميليه او دعامه او تركيب. بهيك سنك تكون كملت، لكن خدمتنا مازال ما كملتش. كلموا في الحالات المتابعه معنا لاخذ الصور اللازمه ومتابعه العلاج. دامت صحتكم.